وإلى الدوحة لرصد أجواء عيد الفطر، وننتقل مباشرة إلى زميلنا سلمان النجار المتواجد في أحد المجالس في العاصمة القطرية. سلمان مرحبا وكل عام وأنت بخير. عيدكم مبارك يا سلمان. نعم كل عام وأنتم بخير هبة، كل عام وأنت بخير توني، كل عام والمشاهدين مشاهدين التلفزيون العربي بخير أيضا. نحن هنا في منطقة الريان الجديد إحدى ضواحي الدوحة، وتحديدا في مجلس راضي الهاجري، المجلس العامر لراضي الهاجري أبو ناصر، لنسأله عن العيد، لنسأله كيف بدأ عيد هذا العام وما هي الفروقات بين عيد اليوم وعيد أيام زمان كما يقال. أهلا بك أبو ناصر على شاشة التلفزيون العربي، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، أهلا وسهلا بكم، وتشرف بزيارتكم لمجلسنا العامر، ويا مرحبا وسهلا بي أبو ناصر. دائما العيد والفرح يبعث نوع من الذكريات، ما هي ذكريات أبو ناصر مع العيد؟ كيف كان العيد أيام زمان في قطر، وما هي الفروقات مع العيد اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العيد كان زمان في قطر أغلب العيد بيكون عفوي، يعني العالم بتزاور مع بعض، بنتقل من مكان لمكان. اليوم أنا أول يوم العيد بكون بتغدى في بيتي أو بتعشى في عند صاحبي أو بزور عائلتي أو بزور أقاربي أو بزور أصدقائي. طبعا العيد زمان كنا وإحنا شباب صغار، ما نقدر نقول أطفال لكن نقول لك نحن صغار، فننتقل من بيت لبيت نعايد على أهل البيت، يعطونا عيدية نسميها احنا عيدية، كانوا يعطونا مصاري تبدأ من نص ريال إلى الريال، فاللي منا يجيب ريال أو ريالين في العيدية يعتبر كأنه جايب 200 ريال للوقت الحالي. هذا بالنسبة لمقتطفات من العيد في السنين الماضية. تماما، خلينا نسأل عن العيد لدى القبائل، هل القبائل مثلا تزور بعضها هنا في الدوحة، أم أن أبناء القبيلة الواحدة يجتمعون بداية، تجتمع العائلة تجتمع القبيلة ثم تحصل الزيارات؟ هناك نمط وعادات معينة للقبيلة، عادات يعني عادات صارمة في هذا الموضوع. القبائل عندنا هنا كلها مرتبطة مع بعض ارتباط عائلي أخوي ألفة، لكن احنا الايام الماضيه او في العيد الماضي كانت القبائل كلها تجتمع تحت مظله امير البلد. كان ايامها الشيوخ لازم احنا في نصلي العيد ننتقل لقصر الشيخ، طبعا بيكون في الريان موجود، نعيد على الشيخ، نتقابل احنا القبائل كلها او اغلب القبائل او اغلب المقربين عند الشيخ، نتعايد احنا وياهم، نهنيهم بالعيد، نهني الشيخ ونهني المجموعه دي. وبعدين احنا ما عندنا تفرقه حاجه اسمها قبائل، احنا كلنا قبيله واحده. نعم ابو ناصر، دعني اسالك عن موضوع مهم. اليوم العيد هذا يتزامن مع ذكرى ثانيه للازمه الخليجيه. أنتم قبيلة لها امتدادات في المملكة العربية السعودية، لها امتدادات في الجزيرة العربية بشكل عام، سابق لكم أولاد عم هناك، هل ما زال التواصل على ما هو عليه، أم أن الأزمة يعني أضعفت هذا التواصل نوعا ما؟ والله بالنسبة للقبائل طبعا أي قبيلة تمتد من الجزيرة العربية وتنتهي لحدود جزيرة أو حدود سواحل إيران في تواصل، ما يعني أنا ما أقول ما في تواصل، في تواصل سواء كان تواصل بالزيارات الرسمية أو تواصل بالاتصالات أو تواصل بين القبائل، لكن الأزمة الله يفرجها إن شاء الله على الجميع ويهدي الأمور. الأزمة أثرت لأنه دخل أو زي ما تقول تدخل في الأمور ناس حسبي الله ونعم الوكيل زي ما يقول فرق تسد. فالحمد لله رب العالمين، في اتصالات في زيارات بس مش ذات الاتصال
أو مش ذيك الزيارات اللي كانت في السابق. أبو ناصر أخيرا، ماذا تقول للمشاهد العربي الذي يسمعنا كمواطن قطري، ماذا تقول له في عيد الفطر السعيد؟ أقول له أول شيء كل عام وأنت بخير، عيدك مبارك، وإن شاء الله أن نتواصل معاكم أو نتعايد معاكم في أمور بتكون من فتحة أكثر من الآن، وأن الأمور ترجع على طبيعتها، وإن شاء الله إن شاء الله الأمور هذه حتى ترجع وترجع العوائل بالتلاحم ويرجع الشعوب بالتلاحم، والحمد لله رب العالمين. ما دام ان احنا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، اعتقد ان الامور كلها بترجع باذن الله. شكرا لك أبو ناصر، شكرا لإتاحة الفرصة من مجلسكم العامر هنا في منطقة الريان الجديد. نعم هبة، نعم طوني، إذا كانت هذه أجواء العيد هنا في الدوحة، بالتأكيد هي أجواء عيد وأجواء فرح، ولكنها أيضا ممزوجة بغصة نوعا ما، نظرا لاكتمال عامين على حصار قطر واكتمال عامين على الأزمة الخليجية التي فرقت كثيرا من العوائل. على أي حال، هذا هو ما استطعنا نقله من أجواء العيد في الدوحة، وعودة إليكم في بيروت. شكرا لك سلمان، وطبعا شكرنا يشمل أبا ناصر، ينعاد عليك، باركت حلقتنا أبو ناصر.